بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلكم سألني كيف أعرف النحل الصغير في العمر رغم أن كل النحل يتشابه، له لون واحد وطول واحد ولا يمكنني التمييز بينهم من سبب كثرة النحل داخل الخلية. ولكن الأمر بسيط وسهل، عندما تشاهدون هذا الفيديو إلى الآخر ستتعلمون كيف تميزون بين النحل الصغير والنحل الكبير داخل الخلية. ابقوا معنا. انظروا معي، هذه النحلة ماذا تفعل قبل أن تخرج من العين السداسية؟ فهي تقوم بأكل الشمع الذي يغطي العين السداسية وتتغذى منه. سبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله في خلقه لهذه الحشرة العجيبة التي حيرت العالم والعلماء. أكلت كل الشمع الذي يغطيها، والآن تقوم بإخراج رأسها مستعملة أرجلها الأمامية. وعندما تخرج رأسها وأرجلها الأمامية، تثبت أرجلها الأمامية وتدفع بأرجلها الخلفية للخروج. سبحان الله وبحمده بهذه الحشرة العجيبة. شاهدوا معي إخواني الكرام، لونها تقريبا رمادي عند خروجها من العين السداسية. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلونها بدأ يتغير تدريجيا إلى اللون الأسود، فهي بطيئة في المشي ولا تستطيع الطيران. تبحث عن الغذاء داخل العيون السداسية، تنتقل من عين إلى عين أخرى. انظروا كيف أصبحت الآن سريعة في المشي، وتغير لونها بالكامل وأصبحت نحلة كاملة. فتبقى في هذه المرحلة لمدة 3 أيام، وتقوم بتغذية اليرقات الصغيرة، ومن هناك يمكنها التحرك داخل الخلية وتنظيف الخلية وتقوم بأعمال داخل الخلية. كيف نميز النحل الصغير والنحل الكبير وله لون واحد؟ فهنا إخواني الكرام، عندما تمسك الإطار أو ترفع الإطار من الخلية، فيقوم النحل الكبير بالطيران حول الخلية، والنحل الصغير يبقى مثبت على الأقراص أي الإطارات الشمعية. فعند تحريك الإطار من جهة إلى جهة أو تقليبه لكي تتفقد البيض أو الملكة، تجد النحل متماسك في بعضه البعض وكي يتحرك على الأقراص ولا يستطيع الطيران. فهذا هو النحل الصغير أي النحل الحاضر. إلى هنا انتهينا من الشرح. فإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.